مجرم وسيم يوقع عقدا لعرض الأزياء. الثلاثين جيرمي ماكس مجرم وعضو سابق في عصابة عرض عليه العمل كعرض أزياء بعد أن نشرت صورته بعد الاعتقال على فيسبوك وحصدت أكثر من 100,000 إعجاب و 26,000 تعليق. لم يعلم المتهم بذلك إلا خلال مقابلة له في السجن، وأراد أن يخبر الناس أن الذي في الصورة ليس هو، لكن يبدو أن عليه التدرب على البخترة لأن واحدة من أكبر شركات الأزياء تريده ليعرض الأزياء. سيتقاضى جيرمي من 15,000 إلى 30,000 دولار شهريا على عمله الجديد، طبعا بعد أن يخرج من السجن.